السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. وعدنا مرة أخرى، سوف نقوم في هذا الفيديو بشرح شيء نوعا ما غريب. دخلت إلى سيرفر البرازيل وأيضا دخلت إلى سيرفر الأمريكي، لكن سوف نتحدث في هذا الفيديو عن السيرفر البرازيل. قبل ما نبدأ في الفيديو أصدقائي، أتمنى أن تشجعونا بلايك وبتعليق حتى يظهر الفيديو في مقترحات اليوتيوب. نعم أصدقائي، إذا وصلنا عدد كبير من اللايكات وفي أشخاص يسألون كيف ندعمك، يعني فيش طريقة ندعمك فيها، يعني لايك متاعنا ما تعمل شيء، أنت أضغط لايك والآخر لايك والآخر لايك والآخر لايك حتى يصل الفيديو إلى المقترحات أو يظهر في المقترحات. وإذا لا ليس هناك مشكلة إذا تركت تعليق تعطينا فيه رأيك أو أي شيء. لنطيل عليكم مقدمة، نبدأ. هذا هو سيرفر البرازيل، سوف ترون أشياء حقا مدهشة، وسوف نتحدث على سكين الأرنب اللي وضعوه في اللي أعادوا وضعه في سيرفر الشرق الأوسط وبالجواهر. نعم بالجواهر، يجب عليك صرف العديد من الجواهر حتى تحصل عليه. شوفوا هنا في سيرفر البرازيل، ندخل إلى الأحداث، هناك الكثير من الأشياء مجانا. انظروا، لو كان هذا الحدث في سيرفر الشرق الأوسط كان يعني يطلب منك أن تشحن أكثر من 600 جوهرة. هنا في قنبلة واحد جوهرة، وهنا في سلاح ب 500 جوهرة. أوكي. هنا يقول لك يعني تجمع أو لوجن، يعني تقوم بالتسجيل ليومين تحصل على زلاجة، وثلاث أيام بطاقة معها عظمة الأرنب، وأيضا بطاقات أخرى، بطاقة تطوير معها خمسة من عظمات الأرنب التي يمكنك بعدها تغيير توكن. هي توكن عبارة عن توكن، وهنا كلوت بوكس يمكنك تغييرهم بعد في أحداث أخرى اللي هي موجودة هنا. هنا أيضا يمكنك تحويل توكن هذه الخضراء، تحويل بهذا اللبس، يمكن تحويله بهذا اللبس. وهناك أيضا ألبسة أخرى، عليك فقط أن تلعب أجيال كلاسيك أو شيء تقوم بجمع هذه البيضات. هنا أيضا هنا يقول لك أن تلعب، يعني كل مرة يقول لك ألعب جيم أو أعمل حاجة معينة، ألعب مع أصدقائك مثلا سكواد أو سولو. بالنسبة للغة الإسبانية البرتغالية، يعني لغة البرازيل، لا يعني ما نيش فاهمة بالضبط، لم حسب الكتابة يقول لك ألعب مثلا واحد جيم، ألعب مع صديق ما كذا. بيد أنت ألعب كلاسيك، سوف تجمع هذه البيضات وتقوم بتحويلها إلى هذه السكينات. أيضا هذه الأحداث جمعك البيضات الخضر، تقوم بتحويلها إلى أسلحة. شوفوا أسلحة كلها بالبيض، وتكون الحصول على هذا سكين مع بيض الأصفر، توكن أصفر وتوكن أخضر. والسيارة التي تذكرونها وهي كانت نزل في سيرفر مين أب واحد جولد بالخطأ، وهذا الماسك، وهذه الزلاجة مع بطاقات دايمون رويال، مع أيضا تيشيرت، جميع أنواع التيشيرت، وأيضا بانر وأشياء أخرى. نعود إلى الأحداث، نرى ماذا هنا. هنا يقول لك اشحن واحد جوهرة حصل على الصندوق، واعرف الصندوق يعطيك السكينات الاخضر والازرق، يعني تقوم بفتحهم. وايضا ملابس البوتات، صناديق، يعني يعطيك صناديق وانت تفتحها وانت حظك تحصل على ملابس البوتات. هنا ايضا حدث مازال مبداش، مازال المعطى لم يبدأ بعد. هنا سكينات، انظروا سكين الشرطي، هذا
الجنرال هذا نزل في حدث نزل في بالمكعب السحري بالكيوب ماجيك، يعني ممكن تحويله هنا. وفي الثالثة ببطاقات هنا نوع بطاقات فيها رسمة، وأيضا هذا الكابيتان الأزرق والأسود، وهذا أسلحة أخرى، وأيضا الشنطة وقنبلة وبانر اثنين أو ثلاثة واللوجو لوجوات، وأيضا تاع البنت الجنرال تاع البنت. شوفوا هذا الأحداث مازال هنا قبعات وماسكات وكاجول، أنواع الكاجول أو ماسك هذا الجمجمة، وماسك آخر وأنواع أخرى ماسكوات وقبعات ونظارة ورأس الأرنب النادر، هذا تعرفونه، هذا رأس الأرنب النادر ورأس هذا أيضا النادر، معرفش موجود في المتجر أو لا. تقوم فقط بجمع هذا هذه التوكنات، والحدث لم يبدأ بعد. نأتي هنا إلى الغريب في هذا الحدث، لم يبدأ بعد. تقوم بجمع القبعة اللي فيها أذني الأرنب، أكيد في الجيم يعني تجمعهم، وتقوم باستبدالهم بهذا أسكين الأخضر. لا يظهر أني لست منزل الباكج متاع الألبسة. أيضا هذا الأزرق يمكنك شاهدته من هنا على من غير ما أفتح. أيضا الجوكر، رأس الجوكر 10 ولباس والسروال بنطلون والصبات 10 10، هذا تاع الفتاة. أسلحة بي 40 وإكس 100 وتوك توك وش واللوت بوكس وزلاجة، وهذا المحفظة، وأيضا اللوجو خاص بالحدث. ننزل هنا. أوكي، نصل إلى الصدمة. سكين الأرنب اللي هو موجود الحدث بتاعنا في الشرق بالجواهر، يعني لازم تشحن الكثير من الجواهر حتى تحصل عليه. تقوم الحدث لم يبدأ بعد، تقوم بجمع هذا التوكنات رأس هذا الدمية وتحوله إلى ما تريد. سكين أرنب البنت فتاة، وسكين أرنب الولد، وأيضا بيكارونت الأرنب الزرقاء، وأيضا شنطة واللوت بوكس والصور وماسكات، وأيضا لباس آخر ليس موجود عندنا أزرق، وهذا ماسك وألبسة أخرى للفتاة. هل رأيتم ذلك؟ نسكت أنا ما كملش. هنا أيضا يقول لك كلاسيكو تحصل هذه الامبي 5، وأيضا الحصول على هذا السلاح الايكي. ما بعرف أنت تلعب 20 جيم على ما أظن، ماني متأكد، تلعب 20 جيم ما بعرف رانك أو كلاسيك، لأن اللغة يعني لازم ترجمة. هذه الأحداث أصدقائي، أيضا يمكنك تدخل إلى هذا الحدث. لحظة فقط، هناك حدث دخلت له قبل التصوير. تقوم بجمع البيضات وتقوم بالتدوير. هنا أيضا نتحدث عن هذه الأسلحة، تجمعها يتحدث عنها. هنا هذه، شوفوا هذا الحدث، لا أي هذا الحدث، تقوم بجمع هذه القوارير وتحولها إلى يعني ألبسة والسراويل وشعر وأنواع أخرى من الأشياء. ندخل إلى حدث قمت بالدخول له. أظن هذا هو، أظن أني تلخبطت في
السيرفر الامريكي ايضا في اشياء مهمه جدا. بالنسبه للسيرفر الامريكي الحدث فيه على السيرفر الحدث فيه تغيير التوكنات بلبس البوتات. نعم بالنسبه للسيرفر الامريكي سوف ادارتكم اترك لي في التعليقات سوف اقوم بعمل ايضا فيديو عليه. تدخل الى يعني يعطيك توكنات تلعب تعطيك توكنات تغير التوكن باللبس البوتات اللي احنا حطوهم يعني تحصل عليهم بالجواهر. نعم تحصل عليهم بالجواهر. بالنسبه لي هما حطوا اللبس البوتات كل لبس البوتات الكل حولهم تجمع التوكن وتغيرها. كما ترون اصدقائي هذا هو سكين الارنب اللي موجود في سيرفر الشرق الاوسط. بالكثير يجب عليك ان تصرف الكثير من الجواهر حتى تحصل عليه. نعرف انه هو نادر ورجعوه في السيرفر الشرق رجعوه بالجواهر ولا رجعوه عادي بالمجان تجمع توكن انت تغير. يعني انت افهم وحدك الفرق بين السيرفرات. وايضا تدخلون الى السيرفر الامريكي سوف تشاهدون ايضا احداث غريبة والاغلبية يعني الاغلب بالمجان. وايضا يمكنك الدخول الى سيرفرات اخرى الى التايلاندي والتايواني سوف تشاهدون ايضا اشياء الكثير اشياء بالمجان الا سيرفر الشرق الاوسط. كل شيء بالجواهر اي حركة جواهر اي خطوة جواهر الا الحاجات التافهة يضعونها بالمجان. و مشاكل البين واللاك. وايضا سوف تلاحظون هنا اذا لعبتم في سيرفر الامريكي او البرازيلي او اي سيرفر سوف تلاحظون ليس هناك تقطيع. سوف تشعروا ان هاتفك ايفون ورغم ان سوف تجدون البين في بعض الاحيان يعني كم متصل على سيرفر اخر في بعض الاحيان يصعد الى 200 او 100 لكن لم تلاحظ هذا الشيء. سوف تشعر كأنك تلعب ببينج 50. وسوف كما قلت لكم ليس هناك لاج ولعب يعني نظيف. وأشياء أخرى أقسم بالله سوف تنصدم عند رؤيتها إلا في الشرق الأوسط. وأترك الكلمة لكم وهذا هو الفيديو أصدقائي. وإذا أردتم أن أشرح أيضا أو أتحدث أيضا عن سيرفرات أخرى اتركوا لي في التعليقات. كما قلت لكم لا تنسوا اللايك والتشجيع ورأيكم في التعليقات. ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.